شركة انفينيكس نزلت أول نويز كانسلنج هيدفونز ليها في مصر. السماعة بدأت تاخد ردود فعل إيجابية، خلونا نشوف هل هي تستاهل دوت ولا لأ. معكم أحمد كمال من AK Review ونظرة سريعة على انفينيكس XE02. العلبة بالرغم ان هي تعتبر كبيرة نسبيا بالنسبة للعلبة بتاعت سماعات، لكن العلبة بالرأي شكلها كويس جدا، خصوصا لما تفتحها بتحس ان هي بريميوم الى حد ما. خلونا نبص عليها بصة كاملة دلوقتي. اول حاجه هتاخد بالك منها في العلبه طبعا هي السماعات نفسها واليوزر جايد. بيجي مع السماعات جراب صغير ليها متبطن محفور عليه كلمه انفينيكس. جوه جراب هتلاقي فيه ايربودز، بحيث لو ضاعت منك اي ايربود من اللي معاك بيبقى فيه موجود احتياطي جوه الجراب دوت. نرجع للسماعات نفسها. السماعات من رأيي تصميمها ممتاز، شكلها كويس، الايربودز السيليكون مريحة جدا في الودن، فيها جزء من فوق عامل زي زعنفة بيثبت السماعات في الودن. هي كانت بتجمع ما بين التصميم كويس والراحة في الودن، ودي أكتر حاجة عجبتني في التصميم بتاعها. الجزء التاني من السماعات هو الجزء اللي فيه الميكروفون، وهو الجزء المختص بإنك تتحكم في السماعات نفسها، بحيث إنك لو حبيت ترد على حد، حبيت تقلل ما بين الأغاني، تعلي الصوت، توطي الصوت، تعمل ريبيت لنفس السونج، أو تتحكم في السماعات عموما. بالنسبة للميكروفون، الميكروفون هستنى اسمع الرأي منكم انتوا، لأن الفيديو ده كله متسجل بالميكروفون بتاع السماعات بدون أي تعديل على الصوت، بدون أي تغيير فيه، سواء كان من ناحية مستوى الصوت أو من مستوى النقاء بتاعه. آخر جزء في السماعات هو جزء النويز كانسلينج. الجزء ده لازم تشحنه لأنه مش هيقوم بوظيفته اللي هو بيعزلك عن الصوت اللي حواليك غير لما تشحنه طبعا. في زرار موجود فيه عشان لو حبيت تشغله أو تطفيه، ولما تشغله بينور أخضر هو والسماعات. محفور عليه كلمة انفينيكس وشكله كويس جدا من رأيي. مشكلتي الوحيدة معاه إن حجمه كان يعتبر كبير نسبيا، ولكن وجود جراب مع السماعات كان بيحل المشكلة ليه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب على قناة اليوتيوب، هتلاقي زرار أحمر كده تحت الفيديو دوس عليه عشان تتابع الفيديوهات أول بأول، وأدي اللينك بتاع القناة اهوت. في برضه صفحة على الفيسبوك بينزل عليها أخبار تسريبات خاصي، ولو حابب تسألني على أي حاجة تقدر تسألني عليها، اللينك اهوت، ولو مكسل تكتبه تاني هتلاقيه موجود تحت في الديسكريبشن، تقدر تخش على الصفحة بإنك تدوس على اللينك دوت. كان معاكم أحمد كمال من AK Review، استنوني في الفيديو الجاي.